تعالوا بقى نتكلم شويه عن كورونا وتاثيرها على الملاعب. تقريبا احنا ما فيش حد عندنا تخلو من الحديث عن انعكاسات كورونا على الرياضه بشكل عام وعلى طبعا كره القدم. مفيش بيت دلوقتي مفيش بيت اصبح مفيش حد فيه يعني مريض الاشكال. احنا كنا دايما بنتكلم ان الويف الاولاني عدى ربما على خير، مش كل بيت كان فيه اصابه، لكن دلوقتي اصبحنا في الويف الثاني او الموجه الثانيه وكل بيت اصبح فيه على الاقل اصابه واحده. فده طبعا انعكاساته على الرياضه بشكل كبير. كمان زي ما كريم بيقول الاسابيع اللي فاتت شهدت اصابات كتيره جدا للعيبه في رياضات مختلفه. يمكن انت معاك خبر وانا معاك خبر اخرهم اهو اللي انت بتقوليه. اعلن مؤخرا نادي نيوكاسل يونايتد انه بيأجل مباراته في ملعب استون فيلا اللي كانت مقرره يوم الجمعه الجايه ان شاء الله في الجوله ال 11 من البريمير ليج على ملعب فيلا بارك بسبب ظهور اصابات جديده بكوفيد 19. اوضح نيوكاسل ان عدد من حالات الاصابه بكوفيد 19 ظهرت بين لاعبي الفريق وايضا الطاقم الفني، وبالطبع بيخضع العديد من اللاعبين حاليا وافراد الطاقم الفني للعزل الذاتي في منازلهم بعد ان جاءت فحوصهم ايجابيه لفيروس كورونا في الايام الاخيره. واضح ان الموضوع لسه مستمر.